انا خبيره الشهر والتجميل حوريه شويخ. اهلا بك حوريه. صباح النور سناء. لاباس عليك؟ على الحمد لله. تحيه ليك ولطاقم برنامجك والمستمعين والمستمعات ديال ميد غاديو داخل الوطن وخارج الوطن. مرحبا. دائما في مواضيع تجميليه كتفيد كل السيدات. اليوم غادي نتكلموا على جفاف البشره، يعني ديك النشوفيه ديال البشره واللي يعني كتقلق يعني بزاف ديال السيدات، لانه ديك النشوفيه ما كيتبتش لهم المكياج، كتجيهم الحكه، كيجيهم احمرار، كيخرج لهم قشره يعني في البشره ديالهم، وغيرهم من المشاكل اللي كتكون وراء هذه النشوفيه او هذا الجفاف ديال البشره، وخاصه كتظهر في الوقيته ديال يعني فصل الخريف والشتاء. فنبغيو نعرفوا اولا شنو هي الاسباب تجميلية. اكيد لانه كاين اسباب اللي هي طبيه يعني مهمه اللي خاص الواحد يرد لها البال، وكاين اسباب كذلك حتى تجميليه اللي كتعطي هذا المشكل ديال النشوفيه، يعني سوء استخدامنا لبعض الكريمات، لبعض المنتوجات وغيره من الامور. بالفعل سنة تساؤلات كثيره جاتني في هذا الموضوع، وخاصه دابا حنا مقبلين على فصل الشتاء، وغالبا الناس كيعانوا من جفاف البشره، وهذا الجفاف كيكون ناتج اولا وقبل كل شيء شرب الماء والتغذيه، لان كل فصل كيختلف الفصل للفصل، وكل فصل عنده التغذيه ديالو، وكل فصل كيخصنا نتعاملوا معاه بالطريقه اللي خصنا تكون صحيحه. بالنسبه لجفاف البشره، حنا كنعرفوا جفاف البشره ملي كيكون عندنا، نتاكدوا اولا من 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 الجفاف، واش عندنا غير في واحد المكان معين ولا في الجسم ديالنا كله، لان الا كان الجفاف غادي يكون عندنا في الشعر، غادي يكون عندنا حتى في الجسم الداخل، وخاصه ملي كنخرجوا من الحمام ونغسلوا كنحسوا بالحكه في الجسم ديالنا، هنا كتكون ناتجه على النشوفيه وجفاف البشره. حنا كنعرفوا الجسم ديالنا كيخدم بخلايا، وداك الخلايا وغدد، والغدد اللي هي الغدد الدهنيه. الغدد الدهنيه ملي كيوقع فيها افراط ولا كيوقع فيها يعني الانقباض، ملي كنقول الانقباض ان كيكون ضعف، ما كاينش الماء، ما كاينش الزيوت اللي كخصنا ناخذوها، يعني اللي هي الاوميغا 3، وخاصه دابا في هذا الفصل هذا غالبا الناس ما كيشربوش الماء، وهذا ناتج كيكون مثلا ما كيجيهمش العطش فعلا، ولا كاين بعض الوجبات كياخذوها وتقدر تعطينا حتى هي كنحسوا بالشبع. هو الواحد خصو يشرب على طول النهار، ما يتسناش حتى يجيه، يعني الجسم غير يعطي اشاره انه راه فيه العطش. الا عطى الاسم الجسم ديالنا اشاره، راه كيكون ديجا خلل في الجسم، في واحد العضو في الجسم ديالنا، لان الماء نديروا قرعه المحدانه ونحاولوا نديروا الماء يكون دافي، ودائما نسموه باش يعطينا الرغبه باش نشربوه، يعني نسموه باعشاب الورد البلدي، النعناع، بمعدنوس، اي حاجه عندنا، قشور التفاح، قشور البنان، نطيبوا هذا، نطيبوا واحد يطرو ديال الماء ولا يطرو نص ديال الماء في النهار ولا حتى جوج يطرو، وكنلوحوا نغسلوا هاد القشور ديال الفواكه ولا العشبه اللي عندنا، غير نبقاو مقتصرين الاعشاب اللي هي متداوله ومعروفه، اللي كندخلوها في التوابل ديالنا واللي كتكون عندنا، يعني كنستعملوها بشكل يومي معروفه. ملي كناخذوا ديك الماء في المساء كنبقاو ندورو نخدموا الشغل ديالنا ونديروا واحد الكاس ديال الماء كنشربوه، المهم كنحاولوا نكملوا داك جوج لتر ديال الماء خلال اليوم كله. بالنسبه دابا حنا مقبلين على فصل الشتاء ان شاء الله، وغالبا الناس غادي يستعملوا المدفئات. المدفئه هي العدوه اللدوده ديال جفاف البشره، كتزيد في جفاف البشره وكتعطينا اعراض اللي هي الحكه مصحوبه باحمرار. وهنا واحد الخطا اللي كيرتكبوه السيدات والفتيات، انهم كيلتجؤوا لبعض المرطبات اللي كيديروها في الليل كمرطب يعني مصنع، وكتبات به حتى الصباح، لان احنا البشره ديالنا الا كان عندنا يعني سوء التغذيه والماء ما عندناش، ولا عندنا واحد المرض معين كنعالجوا عليه، كتكون واحد النسبه ديال الدهون كاينه، غير حنا كنحاولوا نزيدوا نثبتوا ذاك الدهون، كنحاولوا ناخذوا الفواكه الجافه، كناخذوا الخضار، كناخذوا اسماك، باش الجسم كياخذ الكافي من الدهون الغذائي، وفي نفس الوقت حاجيته كيلبي الرغبه ديالو باش كيخدم بالطريقه الصحيحه. ملي كنديروا حنا ديك كنمشي للصيدليه ولا المكان اللي كيتباع فيه يعني مواد التجميل، كتاخذ واحد الكريمه على اساس انها ترطب البشره ديالها، كتقول تبات بها حتى الصباح، وحنا كنعرفوا بان الدهون ديالنا راه خصها تبقى واحد النسبه على البشره ديالنا اللي هي كتخلي دائما الرطوبه والليونه. ملي كناخذوا واحد المكون اللي هو مصنع وكنحطوه على البشره ديالنا، هنا كيوقع الامتصاص ذاك الدهون اللي هي كاينه اللي هي كتكون صحيحه، لان ملي كنبقاو نستعملوا يوميا هاد الكريمات وفي الصباح كنغسلوا بالصابون، هنا حنا كنزيدوا ونساهموا في الجفاف البشره. إذا سيداتي كننصحك أن هذا الفصل كثر من الماء،
لان احاولي تاخذي الحوت لان الحوت كيعطي واحد الرغبه في العطش. كاين هنا جدودنا كانوا كيديروا القديد في هذا الفصل هذا لان القديد ملي كناخذوه كنحسوا بالعطش يعني كنبقاو نشربوا بلا ما نحسوا. هنا باش تعرفي ان كل فصل عنده واحد النوع ديال التغذيه ديالو باش نقدروا نسيروا ذاك الفصل. بالنسبه للمرطبات حنا كنعرفوا كاين الزبده بلديه احسن حاجه للترطيب، الزبده بلديه زيوت طبيعيه اللي هي زيت البلديه زيت ارقان زيت اللوز، لكن هاد الزيوت نعرفوا المصدر ديالها منين، ملي حتى لبيتنا على الوجه ديالنا بدون تخوف ما نخافوا ما والو، يعني ندلكوا يكون عندنا محلول اللي هو من قشور التفاح قشور البرتقال، نجنبوا القشور الحامض نديروا قشور البرتقال قشور التفاح قشور البنان يعني واحد الكميه، ونديروا فواحد القرعه ديال الزاج نضيفوا عليهم كاس ديال الماء طايب، ونزيدوا معلقه ديال زيت اللوز ولا زيت ارغان ولا زيت البلديه معلقه كبار، هذا واحد المحلول نبقاو نرشوا به الوجه ديالنا كل ليله ونخليوه ينشف ما نمسحوش، يعني نرشوا ونخليوه نعسوا هكاك. انا كمرطب وحتى الخلايا اللي كتجدد بطريقه صحيحه وكتاخذ الكافي من الدهون وكتاخذ الكافي من الالياف وكتاخذ الكافي من الفيتامينات. وهنا كنحاولوا هنا شنو كنديروا في هذه الحاله هذه اللي كنبيتوا هذا المحلول على البشره ديالنا، كنساعدوها في التقشير يعني الخلايا الميته كتحيد وكتجدد بطريقه صحيحه عكس ما كنبيتوا عليها شي مكون مصنع. فعلا يعني اكيد على انه كي قلتي ديك النشوفيه او الجفاف ديال البشره خاصنا نعالجوا كل ما هو يعني صحي عرضي عنا، وفي نفس الوقت نلتزموا ببعض النصائح اللي هي مهمه جدا واللي كتنقص من هذاك الجفاف من هذيك النشوفيه، واللي اهم دابا كيف قلتي هذاك استعمالنا والخاطئ لاكليم داك المكيفات ديال الهواء، وان كان كاين اللي ما مولفها ولكن خاصنا على الاقل عرفوا كيفاش نستعملوها. ودوك التغيرات الهوائيه ما بين السخون والبارد فحتى هي كتعطي ماشي غير مشاكل تجميليه وانما حتى مشاكل على مستوى يعني التنفس، على مستوى يعني يعني كتولي امراض ديال الشتاء يعني الزكام وغيره والبرد وغيره من الامراض اللي ممكن اننا نتفاداوها او نخفوا منها او ننقصوا منها قدر الامكان. وحنا كمواصلين دائما بالنسبه لهاد النشوفيه او كيفاش المستمعات، لانه كاين اللي كتجيه الجفاف ونشوفيه ديال البشره مصاحبه بحكه واحمرار، وكاين اللي كتجيب ديك القشره اللي كتكون يعني حتى في البشره ديالو كتكون قشره. هاد المشكل ديال ملي كتكون يعني القشره ملي كتكون الجفاف مصحوب القشره راه يعني وصل البشره ديالنا وصلت الحده ديال الجفاف، وهنا كنحتاطوا كل الاحتياط ما نبقاوش نقشروا وما نديرش مكون مصنع، دائما نحاولوا نستشروا طبيب ديال الجلد، لان ملي كنمشيو عند الاختصاصي ديال الجلد كيعبر لنا الغدد اللي كتكون عندها دور في النشوفيه ديال البشره، لان حنا عندنا غدد دهنيه وداك الغدد الدهنيه خصنا نحافظوا عليها. باش كنحافظوا عليها بالتغذيه اهم حاجه هي التغذيه، شرب الماء الرياضه ودائما الكريمات يكونوا طبيعيين، من الاحسن ان يكون عندنا هذه المشاكل هذه، لان ملي كيكون عندنا واحد المشكل ما على البشره ديالنا سواء الدهنيه ولا الجافه دائما كتكون واحد استشاره طبيه، وما نتعاملوش مع البشره ديالنا بالعشوائيه، يعني شي اي حاجه كترطب خديناها من واحد المكان معين ودرناها على البشره ديالنا وخرجنا للشمس، لان حنا كنعرفوا هي المكونات اللي مجرد ما كنخرجوا بها الشمس كيوقع واحد التفاعل خطير على البشره ديالنا، يقدر يزيدنا بالحده ديال الجفاف ويعطينا احمرار، وذاك القشور ديال البشره كتولي تشققات وتقدر يقتضى الحال تولي كزيمه على البشره، لان هنا دائما اي مشكل وقع لك على البشره ديالك حاول سيدتي تهدئي اعصابك واستشري الطبيب، حتى الا كان الطبيب بعيد عليك سكين الصيدليه تستشري معهم وكتاخذي كريمات اللي هما على حساب المناسبين للبشره ديالك. صح. بالنسبه للمدفأة كما قلت الاخت سناء، حنا خصنا نتعودوا الجسم ديالنا، الله سبحانه وتعالى خلق الصيف وعطانا الصيف وعطانا الربيع وعطانا يعني كل فصل كيكون عنده واحد الدور فعال على الجسم ديالنا، وخاصه الناس اللي كيعانيوا من السمنه، لان حنا ملي كتكون السيده بعض المرات كنلقاوها غليظه في مثل غليظه زيد عندها زياده في الوزن، وكنلاقيوها في مثل في الزنقه كنلقاوها البشره ديالها صفراء واخا هي غليظه، كنلقاو واحد يعني نحيف والحموريه على البشره ديالها. هنا ان شاء الله من بعد غادي نشرحوا هذا المشكل، كتكون الدهون عندنا في الجسم ديالنا اللي بالنسبه للناس اللي كيعانوا من السمنه، ان كاين هنا اشاره انك عندك دهون يعني سامه عندك في بعض الاعضاء في الجسم ديالك اللي ما كتخليش الدهون يعني الصحيحه اللي خصها تكون عندها واحد الدور فعال على الصحه ديالنا.
ملي كنقول الدهون الزائده ان سيده ملي كتلتجئ للحميه خصها تكون حميه صحيحه، ماشي ان نقطع الفطور والغداء والعشاء، وخاصه دابا غالبا الناس في هذا الفصل اما كتكون عندها واحد الشهيه في الماكله كتاكل بلا ما تحس، ولا كتقول لك انا ما نتغداش وما نفطرش باش نحاول نقسم الوزن ديالي. هي لا سيدات الا خديتي الوجبات ديالك الطبيعيه وخديتي الفطور ديالك باتاي من الاعشاب والخبز ديال الدار والزيت البلديه والعسل والفواكه الجافه مطحونه، كنخدم وجبات بطريقه صحيه صحيحه. في الغداء كناخذوا خضر كنشربوا الماء بكثره، هنا كنساعدوا الجسم ديالنا باش ينقص بواحد الطريقه صحيحه. علاش؟ لان احنا ملي كناخذوا هذه المكونات هذه كتدخل الجسم ديالنا بحال واحد نقولوا احنا بحال كديري ماء القاطع في واحد القادوس باش كيسرب داك الشوائب اللي كتكون مسدود بها القادوس. بالنسبه للجسم ديالنا حنا ملي كناخذوا داك الالياف كناخذوا الفيتامينات، خاصه ملي كناخذوا الفيتامين دي كناخذوا الفيتامين او، شنو ملي كيدخلوا للجسم ديالنا شنو كيديروا؟ كيدوروا الدوره الدمويه بواحد الطريقه صحيحه ويعني ومنتظمه، وداك الشوائب اللي كتكون في الدم يعني ملي كتكون الدوره الدمويه ثقيله داك الدهون المتراسبه اللي كتكون في بعض الانسجه في الجسم ديالنا كتسرح بطريقه صحيحه، وهنا كتقضي على داك الدهون الزائده والسامه اللي كتعطينا اضرار على الصحه ديالنا. الا خدينا في المثل في هذا الفصل هذا ناخذوا حساءات واللي كتساعد بواحد الشكل كبير في اذابه الدهون. الا خدينا غير الدنجال، خدينا اللفت، خدينا الكرومب، اللوبيا الخضراء، يعني خدينا هاد الخضر هذه ودرناها كشربات يعني كنا نفطروا بها ونتغداو بها ونتعشاو بها. والاضافات اللي كنديروا لها شنو الاضافات؟ كنديروا ازير، القزبر حبوب، وكنديروا شويه ديال المليحه، واذا كانت الملحه من الاحسن تفاداوها نديروا شوي غير طبقه ديال الملحه ما نكثروش فيها. عندنا القزبر حبوب، عندنا ازير، هادو هما الزعتر، هادو هما يمكننا التوابل اللي نتبلوا بهم هاد الشربات اللي كيكونوا كوقايه للجسم ديالنا وكيساعدوا بشكل كبير في اذابه الدهون وكتخرج حشاكم في التبول في التبول ديالنا. هنا سيداتي ملي كنعرفوا اللفت كنعرفوا الكروم كنعرفوا بعض الخضر وبعض الفواكه اللي كتكون موسميه، وداك الفواكه دائما اي فاكهه موسميه الا وكنلقاو فيها الفيتامين سي. ميمكنش شي فاكهه موسميه ما نلقاوش فيها واحد النسبه ديال الفيتامين سي اللي هو كيكون محتاج الجسم ديالنا محتاج ليه كل فصل وفي كل يوم اللي خصنا نكونسوميو يعني نستهلكوا واحد القدر معين من الفيتامين سي سواء في الفواكه ولا في الخضر ولا في الاسماك. يعني ملي كتكون الوجبات صحيحه، ملي كيكون عندنا عصائر طبيعيه، ملي كيكون عندنا هذا النظام الغذائي معين يعني متشبع بالفيتامينات بالفواكه بالدهنيات يعني البروتينات الطبيعيه، ما كيكونش عندنا مشكل في البشره، لان البشره هي الوجه ديال كيقولوا باب الدار على مولات الدار. كتعكس يعني شنو كاين في الجسم، شنو كاين في شنو كاين لداخل الشعر يعني فعلا. يعني واش الى استفدنا من المأكولات اللي كناكلوا المواد الغذائيه والوجبات كنا محافظين على الصحه ديالنا، فهادشي كينعكس ايجابا على البشره وعلى الشعر. اكيد مازال مواصلين برفقتك خبيره الشعر والتجميل حوريه شويخ، دائما كنتكلموا حول الجفاف البشره وكيفاش نحميو البشره ديالنا من هذا الجفاف ومن هذه النشوفيه. غادي نوقفوا مع فاصل ونرجعوا باش حوريه شويخ مشكوره جدا تقدم لنا اهم الماسكات والاقنعه والوصفات الطبيعيه والزيوت المناسبه لترطيب البشره فادي هذيك النشوفيه ولا الجفاف، وفرصه على اننا نستقبلوا مكالماتكم الهاتفيه على 0522 88 00 60 61 62. دائما رفقه خبيره الشعر والتجميل حوريه شويخ دائما كنتكلموا على جفاف البشره ولا نشوفيه ديال البشره. غادي نجاوبوا على الطلبات ديال المستمعات ونرجعوا باش تقدمي لنا وصفات. فكاين مستمعه سكينه من تماره كتقول لك هي كان عندها مشكل ديال فقر الدم والحمد لله تعالجت منه، ولكن الشعر ديالها يعني كيطيح كيتساقط بزاف، ومن جهه اخرى بغات يعني غسول منظف للفم. بالنسبه لفقر الدم وباقي عندها تساقط ديال الشعر، الا كانت وقفت الدواء في واحد الوقت يعني شهر شهرين راه مازال يطيح الشعر وغادي يخلف ان شاء الله. الا تعالجت بصفه نهائيه من فقر الدم، ودائما فقر الدم اللي مرت من فقر الدم تحاول تنظم التغذيه ديالها وتبقى دائما دير بالها بان راه عندها فقر الدم، ماشي زعما عندها فقر الدم، توجد دائما يعني العصائر تحمي نفسها كوقايه لان داز من ديك المرحله ديال فقر الدم. وبالنسبه للشعر تحاول تاخذ غير الزعتر والماء ديال البصله، دير مثلا ما ديال البصله تاخذ منه 3 المعالق وتكب عليهم 3 المعالق ديال الماء ورد، ودير معلقه ديال الزعتر صغيره وديرو كبخاخ للشعر ديالها. بالنسبه للغسول ديال الفم
اي نوع اي مشكل عندك في اللثه ديالك ولا في اذا كانت الرائحه كريهه في الفم وهذه كتكون رائحه كريهه، اذا كانت عندك فقط كتحس بها بالفم ديالك ما خرجاش من الجهاز الهضمي، ما يكونش عندك مشكل في الجهاز الهضمي، لان الفم الا خدينا غير زيت العود، خدينا واحد الكميه ديال زيت العود درنا فيه الملح البلديه، درنا فيه شويه ديال القرنفل، شويه ديال القرفه، ودرنا فواحد القرعه ديال الزاج، وخلينا هاد القرعه كل ما كناكلو ولا كنغسلو الفم ديالنا نحاول نشلو شويه ديال هاد الزيت اللي فيه هاد المكونات هذه كل نهار قبل ما ننعسو مده 5 دقائق، وحنا كنديروا واحد جهد معلقه ولا جوج معالق الفم ديالنا هاد الزيت اللي متشبع بالقرنفل والملح البلدية والقرفه، كنبقاو نشلو حتى كنحسو بداك الزيت ولات في الفم ديالنا بحال الماء، من بعد كنرميو نلوحو داك الشيء من الفم ديالنا صافي وننعسو ونتعودوا على هاد العمليه هذه لانها رائعه. بالنسبه للناس اللي كان عندها مشكل في اللثه يمكن لا تاخذ غير قشر الرمان، تاخذ معلقه ديال قشر الرمان، هذه رائعه للثه ديال الفم لانك تخلي ديك اللون للفم وحتى ديك الرائحه ما كتبقاش، حتى الا كان داك السيل ديال الدم ما كيبقاش. دابا تبارك الله الرمان متوفر نستغلوه، ناخذ معلقه ديال الرمان مطحون وراس معلقه ديال الملح البلديه، كناخذوا تقريبا واحد معلقه ديال الزعتر صغيره، معلقه ديال الزعتر والملحه والقشر الرمان، كنخلطوهم شويه بحال الشكل ديال الكريمه، وملي كنجيو نعسو في الليل كنهزو الصباع ديالنا وكندهنو اللثه ديالنا بهذا المكون وننعسو لانها رائعه للاسنان، وكذلك المشكل اللي كان عندك اللثه كتعاني من شي مشكل. هذه طريقه صحيحه، ولكن الا كان عندك مشكل ديال سيلان الدم كل ما كديري هذه العمليه هذه من الاحسن تشوف طبيب ديال الاسنان وتاكد من سلامه ديال الاسنان ديالك. واخا المستمعه خديجه طلحه مقيمه باسبانيا كنوجه تحيه كبيره مستمعه وفيه جدا البرنامج، الله يخليك سولي الخبيره ديال التجميل حريه شويخ، انا مقبله ان شاء الله على الولاده، والى ممكن تنصحيني فيما كيخص الماكولات ولا المشروبات اللي ممكن تساعدني في استعاده الحيويه للبشره والشعر وتعطيني واحد الطاقه للجسم، والله يخليكم مدعيو معايا. الله يمتعك بالسلامه ان شاء الله، وكما في الصوره المولود باذن الله ولا المولوده ان شاء الله. ان شاء الله الله يكمل عليها بخير وتولد ان شاء الله في الصحه والعافيه. بالنسبه للماكله حنا كنعرفوا الحامل المهم هذه كتكون متبعه عند الطبيب ديالها وعندها المسائل ديالها متبعه الدواء ديالها، غير انا ننصحها دائما اهم حاجه في هذا الوقت هذا ديال الولاده تاخذي الحوت وتاخذي العصائر الطبيعيه، تاخذي الخيار، تاخذي الباربه، تاخذي عصير ديال التفاح مع الباربه، تاخذي الخس مع الباربه، ودائما اي عصير ديري فيه معلقه ديال القرقع مطحون، لان هذه عصائر مغذيه لك وللجنين ديالك، وحتى الولاده ما كتكونش عندك مستعصيه، يعني كيسهل الله في الولاده، ودائما التمر فعلا التمر الزبيب مهم، لان الزبيب فيه واحد النسبه عاليه ديال الحمض الفوليك اللي كيكون مهم للمراه وكذلك للطفل، وكناخذوا القرقع تكون مره دير واحد الجبانيه ديال الفواكه الجافه قدامها تاخذها، تشرب الماء بكثره، وتحاول ملي يدخل الشهر ديالها تمشى، يعني كل ما تمشات مزيان الشهر التاسع يعني السيمانه الاولى السيمانه الثانيه توجد راسها للولاده، دير حمامات للقدمين ديالها وخاصه الخزامه كتساعد في الولاده عن تجربه، يعني كتساعد في الولاده بواحد الشكل كبير، تاخذ يترو ديال الماء ودير فيه جوج معلق ديال الخزامه حتى ثلاثه المعالق كبار ديال الخزامه، ومره دير الرجيلات ديالها في ذاك الماء كل ما تجي تنعس وتمسح رجلها وتنعس وتكثر من الماكله المزيانه، يعني تجنب كل العصائر والمشروبات المصنعه كلها. يعني دير عصائر مره الباربا مره هكا يعني خيزول ليمون زبيب تستغل الفواكه الموسميه. وبالنسبه لحد دابا مثلا الشعر ديالها مثلا شنو ممكن دير مثلا؟ دير غير بخاخات دابا ما دير حتى حاجه من غير دير بخاخ، دير شويه ديال البابون شويه ديال الزعتر القشور ديال الخيار القشور ديال الدنجال ديروا في واحد القرعه زيوت اي زيت ديرها نباتيه، زيت الكوكو دير زيت الكوك زيت غير هي، تجنب الزيوت المصنعه ولا تخدم شي مكان غير اللي فيه مواد حافظه من الاحسن ما تستعملوش، الا ما عندهاش تكتفي بزيت العود والزيت البلدي راها كافيه باش ترطب البشره ديالها، وديروا بالليل وفي الصباح تغسل الوجه ديالها عادي ودير واقي الشمسي ديالها. اذا غادي نمشيو لاول قناع اللي كتقترحيه على المستمعات للحد من هذيك النشوفيه او الجفاف ديال البشره والترطيب ديالها. احسن حاجه دابا نستغلو في هذا الفصل هذا ناخذوا غير الزبيب والتمر، الا خدينا ثلاثه المعالق ديال الزبيب ولا اربعه التمرات حتى خمسه التمرات كنسلقوهم في شويه ديال الماء، يعني داك ثلاثه المعالق ولا اربعه المعالق ديال الماء كيتسهدوا مزيان كنطحنوهم حتى كنحصلوا على واحد الشكل ديال الكريمه. هذيك الاضافات اللي كنضيفوا صفار بيضه بلديه ومعلقه ديال العسل الحر، هذا قناع فعال كيساعدنا في ترطيب البشره وكذلك ضد التجاعيد كيسد لك الخطوط الرقيقه اللي كتكون وخاصه تحت العين. بالنسبه للقناع اخر يمكن لا تاخذ تفاح، تاخذ تعصر تفاحه تاخذ غير الماء ديالها ودير معها جوج معالق ديال زيت العود ومعلقه ديال دقيق الفول ومعلقه ديال اما الا كانت زيت الا ما كانش عندها الزيوت يعني زيت العود ولا زيت ارغان ولا زيت اللوز يمكن لها دير زيت الكوك الا كان عندها.
هذا قناع تا هو مرطب وفعال بالنسبه للشربات اللي كنركز عليهم ودائما كيكون عندهم واحد الدور فعال في العلاج ديال اي مشكل ديال البشره ديالنا. هذا طبعا ملي ما كيكونش عندنا شي مشكل يعني ديال المرض. كناخذوا الدنجال دابا راه موجود، كناخذوا جوج دنجالات وربعه ديال اللفت وربعه ديال الكرنب. هاد الشوربه كنصح بها الناس اللي كيعانيوا من السمنه في هذا الفصل هذا وكيبغيو ينقصوا في الوزن. هذه الشوربه كتنقص الوزن بطريقه طبيعيه وبدون تخوف تشرب السيده يعني في الفطور وفي الغداء وفي العشاء. هي باش كنسموها بازير والقصبو الحبوب. هذه الشوربه فعاله يمكن للسيده تتعشى بها بالليل وتستمر في الاستعمال ديالها واحد الاسبوع ولا اسبوعين وغتلاحظ هذا الفرق حتى الكرش ما كتبقاش. بالنسبه للقناع الاخر اللي يمكن لي ننصح به دابا راه الهنديه راه قريبه تسالى، غناخذوا واحد الحبه ديال الهنديه كنطحنوها. الاضافات اللي كنضيفوا لها صفار بيضه بلديه ومعلقه ديال العسل الحر ومعلقه ديال الشوفان. صفار بيضه بلديه والهنديه كناخذوا داك اللي طايبه كتطحن مزيان وكنخلطوا هذا القناع. واي قناع قبل ما نوضعوا على الوجه ديالنا دائما نرشوا بالماء ورد هو الاول ونمسحوا بالقطن ونكونوا ناعسين على الظهر ديالنا وكنديروا هذا القناع نخليوه 20 دقيقه. والقناع باش كيكون عندنا كيعطي نتيجه اللي كنحسوا به واحد 20 دقيقه وحسنا به بدا كيدير المفعول ديالو كنحاولوا نحيدوه بحركه دائريه بحال اللي كنديروا تقشير، يعني كندير واحد التقشير طبيعي بحركه خفيفه ومن بعد كنغسلوا الوجه ديالنا. ودائما الماء يكون عندنا في الثلاجه شنو فيه داك الماء، فيه ربطه ديال المعدنوس ولا اي فاكهه عندنا قطعناها وكبينا عليها الماء سخون وخليناها في الثلاجه وهي اللي كنغسلوا بها الوجه ديالنا بالليل ونعسوا. هذه العمليه وطريقه صحيحه باش نتجنبوا سواء الدهنيات على البشره ولا جفاف البشره خاصه في هذا الفصل. والناس اللي عندهم بشره جافه يبتعدوا على المدفئات من الاحسن، حتى وإلا كانت يعني مصرة باش تشعل المدفأة في الدار تحاول دير واحد السطل ديال الماء ودير فيه بعض النوع ديال الأعشاب، إما الورد البلدي إما دير فيه الخزامة إما دير وتخليه في حدا المدفأة باش بعدا ملي كيدخل البيت كيكون واحد كاينه واحد البخار اللي كيدور في الغرفة ما كيعطيش كيكون الفعالية ديالو جيدة على البشرة ديالنا. جوج تساؤلات. التساؤل الاول ديال المستمعه، كنشكرك بزاف على كل يعني الوصفات اللي كتقدمي وكتستافد منهم باستمرار وكتجربهم وكتشكرك بزاف حوريه. هي سولات على النشوفيه ديال البشره، البنان ولافوكا، بغات تبدا ديرهم كقناع البشره ديالها والشعر، ما عرفاش واش ديرهم غير بوحدهم ولا ممكن انه تزيد شي اضافه اللي غادي تساعدها. ممكن دير اضافات بحال دابا بالنسبه للشعر يمكن لا دير بنان، الا دارت بنانه دير نص بنانه، دير معها معلقه ديال العسل الحر، ثلاثه المعالق حتى اربعه المعالق ديال زيت العود، تخلطهم مزيان ويديروا من الشعر كمرطب وثانيا ما كيخليوش داك النشوفيه ديال الشعر. نفس كذلك اللافوكا، الا ما عندهاش البنان دير لافوكا ودير نفس المكونات اللي كاينين. بالنسبه للافوكا داك العظم ديال لافوكا على داك لافوكا نستغلوه، يعني ملي كتكون باقا خضراء كنحكوه، وملي كنحكو كنحكو العظم هذا ديك العظم ديال لافوكا كنحكوه وكنقطرو فيه واحد شويه ديال الحمص باش ما كيكحلش. وداك العظم اللي كيتحك كنضيفو معاه معلقه ديال العسل الحر واربعه المعالق ديال عصير البرتقال، معلقه ديال العسل الحر واربعه المعالق ديال عصير البرتقال، كنخلطوا هذا المكون كنديروه للشعر ديالنا، رائع لفروه الشعر وخاصه ملي كتكون فيها النشوفيه وفيها واحد النوع ديال الحكه، يعني ملي كتغسل السيده كتلقى ديك الحكه على الشعر ديالها. هذا القناع ديرو قبل ما تمشي للحمام تخليه واحد 20 دقيقه ومن بعد كتغسل الشعر ديالها عادي. بالنسبه للغسول يمكن لا تاخذ العظم ديال لافوكا كيتحك كذلك وكدير جوج معالق ديال الغسول ولا ثلاثه المعالق ديال الغسول مع المعلقه ديال عظم لافوكا اللي طحنات وكنضيفوا معاه الماء ورد اللي كيرطب لنا هاد المكونات. ومني كنمشيو للحمام نغسلو كندهنوا الشعر ديالها بهذا المكون نخليوها 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه ومن بعد كنغسلو الشعر ديالنا عادي. وننصح السيدات اي قناع طبيعي دارتو تحاول ما امكن تبعو بشامبوان طبيعي باش كتكون المفعول جيد والنتيجه جد فعاله. يعني الشامبوان شنو هو؟ اي مكون عندك في الدار، يعني الزعتر، ازير، ورد البلدي، البابونج، كنديروا منه كميه ديال نص كاس، كنضيفوا معاه جوج معالق ديال جوج كيسان ديال الماء طايب، كنخليوه حتى كيطلق مزيان، ومن بعد كنضيفوا جوج معالق ديال شامبوان الاطفال. لان شامبوان الاطفال كنعرفوا حنا المواد الحافظه كتكون فيه يعني بواحد النسبه معقوله وناقصه، حنا الشعر شنو محتاج؟ محتاج فقط نحيدوا داك الغبار وداك اللي كتكون لاصقه في الشعر، وكذلك كيساعدنا باش يدير لنا واحد الرغوه كنحيدوا الدهون اللي كانت زائده، وكذلك بعض الشوائب اللي كتكون على فروه الشعر هو المفعول ديال الشامبوان.
كذلك مستمعه كتسول وانا دائما كنسمعكم كتهضروا على الروز والفوائد ديالو. الله يخليكم، بغيت وصفات بالروز يعني للشعر والبشره. حنا كنعرفوا الدول الاسيويه كلها الماكولات ديالها بالروز، كيعتمدوا على الروز، على الروز ديالهم والماسكات ماسكات، وحنا كنشوفوا البشره ديالهم كيفاش دايره والشعر ديالهم كيفاش داير. الروز حنا كنستغلوه وكنستعملوه بزاف ديال الحويجات. الا طيبتي سيدتي غير الروز هذاك المهرس وطيبتيه، شتي ديك داك الرغوه اللي كيطلق يعني كتشوف اللي بحال الحليب، كنحاولوا نصفيوها كنخليوها في واحد الكاس. والروز كنديروه في كنديروه في الشلايط، كنديروه في الوصف في يعني في بعض الاطباق. بالنسبه لديك الماء، هذاك الماء نديروه للشعر ونديروه للبشره ديالنا. الماء كناخذوا في المثل 3 المعالق ديال الماء ديال الروز ومعلقه صغيره ديال الحليب غبره، كندهنوا به البشره ديالنا والعنق ديالنا واليدين ديالنا، وكنخليوه حتى كنحسوا بها بدا كينشف. ومن بعد كندهنوا رؤوس الاصابع بالزيت، وكنديروا واحد التقشير طبيعي للبشره ديالنا، كيكون التقشير في محله وفي نفس الوقت كياخذ البشره ديالنا كتاخذ كل المكونات اللي هي في الرز، وكيساعد بشكل كبير في التبييض. بالنسبه للناس اللي كيعانيوا بداك الافرازات الدهنيه على الفروه ديال الشعر، الا خدينا الماء ديال الرز وخدينا منه واحد 5 المعالق حتى 6 المعالق كبار، ومعلقه ديال الزعتر ومعلقة ديال العسل الحر، معلقة ديال الزعتر كبيرة مطحونة على اليد ومعلقة ديال العسل الحر مع الماء ديال الروز، كيتخلطوا هاد المكونات كيكون الشعر ديالنا مغسول. ماشي نكونوا غسلنا الشعر ديالنا مثلا، غسلناه اليوم من جينا من الحمام لغد ليه، كنخلطوا هاد المكون وكنديروا رؤوس الاصابع وكنبقاو نفركوا الفروه ديال الشعر بهاد المكون ونخليوه واحد ساعه حتى لساعه ونص، ومن بعد كنغسلوا الشعر ديالنا. رائع الافرازات الدهنيه اللي كتكون زائده على البشره ديالنا، وحتى التساقط ديال الشعر ما كيبقاش. يمكن نزيد اضافات اخرى بالنسبه للقناع ديال البشره، كناخذوا 3 المعالق ديال الرز، بعد ما طيبنا الرز خدينا منه 3 المعالق، ضفنا معاه صفار بيضه بلديه، ضفنا معاه معلقه ديال العسل الحر، وضفنا معاه معلقه ديال دقيق اللوز ولا القرقع. هذا قناع مبيض وضد التجاعيد. والسيده الا درتو 3 المرات 4 المرات في الاسبوع يعني مده شهر، كتعطي واحد اللمعه للبشره ديالها حتى داك التجاعيد ما كيبقاوش. هذا قناع مجرب من عند المستمعات، واللي هذا هو القناع المفضل اللي ولا عندهم دابا. الا سمحتي حورية، بالنسبه للروز حنا كنتكلموا على نيت اليوم مثلا ذكرنا وصفات منه، كيف قلتي بحال دابا الروز طلقناه مزيان حتى طلق داك النشا ديالو واستعملناه مثلا في الاكل، وبقى لنا مثلا واحد الكميه ديال الرز اللي هو معجن فيه النشا ديالو، كيفاش ممكن مثلا اننا نديرو على الشعر ديالنا كوصفه؟ كنطحنوه ساهل، كناخذوا واحد الكميه كنديروا في الخلاط الكهربائي، كنطحنوه مع بيضه كامله يعني بيض بيضه بلديه والصفر، كيتطحن كله كنحصلوا على واحد الكريمه. الاضافات اللي كنضيفوا دائما كنضيفوا العسل الحر، هذا قناع كريمه كنديروا بها الشعر ديالنا مرطبه، وكذلك المشكل ديال الحكه اللي ذكرت في البدايه ديال الحصه. واخا إذن مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا لاستقبال مكالماتكم الهاتفيه. بكم مستمعينا مازال مستمر دائما من خلال برنامج لامولاتي وبحضور خبيره الشعر والتجميل حوريه شويه. اليوم كنتكلموا على جفاف والنشوفيه ديال البشره، ومشكوره جدا قدمت لنا اهم نصائح تجميليه والوصفات والاقنعه، ومازال غادي نكملوا ان شاء الله في الوصفات. قبل المستمعه كتسولك الله يخليك عفاك، بغيت نعرف من حوريه، انا يعني كيطيح لي الشعر ديالي وكندير ليه البصله يعني كطيب مع الماء حتى كتنزل ومن بعد كنصفيها، وهذاك الماء ديال البصله هو اللي كندير لشعري كامل، فهي كتسول واش يعني هذه الوصفه مزيانه ولا خاصها تزيد شي اضافه؟ مزيانه، يمكن لا دير ازير ولا دير زعتر معلقه مع البصله ملي ولا الثومه يعني دير البصله، يا الثومه يا اليازير يا الزعتر مع هذيك البصله باش تستفاد مزيان وتكون النتيجه احسن. واخا معنا اول مكالمه، فاطمه زهره من فاس. الو فاطمه زهره. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله فاطمه زهره، مرحبا. الله يبارك فيك، كنشكر الدكتوره اللي معاك. خبيره ماشي دكتوره، خبيره دكتوره تكون حاضره معنا غدا ان شاء الله. مرحبا. ما كاين حتى مشكل، تفضلي. اول مشاركه في ما كاين حتى مشكل، الف مرحبا، تفضلي. اخيتي انا الشعر ديالي كيطيح بزاف. اييه كيتساقط واخا. كيتساقط بزاف، ما عرفتش شنو غندير. واخا شحال في العمر ديالك يا لاله؟ 35. ما عمرك مرتي ما عندك ما كداويش على شي مرض ولا؟ لا عندي الهرمونات ضعاف. هكاك، والعادة الشهرية كتجيك مزيانة؟ لا. فوالا، دونك عندك مشكل، متبعة عند الطبيب ديالك؟ كنت متبعة ولكن صافي قنعت ما بغاش يتقادوا لي الهرمونات مزيان. لا ما خصك تكوني قوية، أي حاجة عندها علاج، ما تخافيش. ما
ماشي انك مثل الطبيب درتي الدواء وما لا، خصك انت دابا انت خصك داوي راسك، خصك تكوني قويه، والعامل النفسي راه كيلعب الدور احسن من الدواء. الا قلتي لي ان خصك تقوي راسك، واي حاجه درتيها دير بالك بانك بها غادي تبراي. ما تيأسش، لا ما تيأس، لان الحياه في امل، اللي كتثبتي بالامل والاراده راه كتوصلي للنتيجه، ما تخافي والو. الله سبحانه وتعالى خلق الداء وخلق الدواء. شكرا. قوي راسك، قوي راسك، وخذي النمره ديالي من رقم ديالي ان شاء الله، وتواصلي معايا، وهاد ان شاء الله غادي نعطيك شي حاجه اللي غتستفدي منها باذن الله. شكرا دكتوره. خذي الرقم ديالي، خذي الرقم ديالي، الرقم ديال الدكتور فريد، الله يجزيكم بخير. يلا خليك معنا، رجعك للسطوندار، خليك معنا فاطمه زهر، شكرا على تواصلك معنا من فاس. دابا على ذكر السيده اللي اتصلت بنا، دابا هنا كنعرفوا بان العامل النفسي كيلعب الدور. السيده عندها تساقط الشعر، مشات عند الطبيب في المثال، خدات واحد الدواء كان عليها ترجع عند الطبيب عاوتاني، والطبيب غادي يمشي معها دقه دقه حتى توصل النتيجة مع التغذيه السليمه. هي كان عليها تمشي عند الطبيب، وفي نفس الوقت تمشي عند الاختصاصي ديال التغذيه، كيعطيك واحد الغذاء معين يعني كتبعه، وان شاء الله من عندنا حنا وصفات طبيعيه، وغادي توصلي النتيجه اللي بغيتي. دابا حاولي وقفي لاي حاجه كتاخذيها، الا كنتي كتاخذي دقيق الفرس وقفيه، الا كنتي كتاخذي عصائر مصنعه وقفيها، اكتفي بالاسماك، اكتفي بعصائر طبيعيه، خذي القرقاع، خذي اللوز، ودائما كل ما تجي تنعسي في الليل خذي شويه ديال الزعتر، شويه ديال الازير، ديري واحد الكويس ديال هذا المحلول يكون عندك كمحلول يومي، وخاصه الا تبعتي المرد الدوش والسلميه، يعني معلقه وريقه ديال السلميه كيديروا التوازن الهرمونات في الجسم فعلا. وحاولي تاخذي الخروب، كنصح به الناس الخروب ديريه في الشربات ديالك، يعني الخروب يكون عندك مطحون في الدار، ديري شوربه فيها القرعه الحمراء، القرعه الخضراء، الخيزو، هادو ثلاثه ديال الحويجات، وملي طيب ضيفي لها جوج معالق ديال الخروب، وهي يكون العشاء ديالك اليومي مع شويه ديال الشريحه وشويه ديال التمر. والزبيب ما تحيديش من جيبك، دائما خدي واحد الكميه اللي قدرتي عليها، جوج معلقات ثلاثه في النهار مزيانين، واتصلي بيا ان شاء الله وانا غادي نساير معك تتوصلي للنتيجه اللي بغيتي باذن الله. معنا مكالمه اخرى نبيله من ترودانت. الو نبيله. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. نبيله من تاونات. اييه مرحبا بالناس ديال تاونات. بارك الله فيك. مرحبا. لاباس عليك؟ لاباس، بارك الله فيك. بغيت نسولك على الشعر كيطيح ليا بزاف. اييه شحال السن ديالك؟ عندي دابا 27. العاده الشهريه كتجيك مزيانه؟ كتجيني شويه، كضرني شويه، ولاني ماشي بزاف. عمرك ما مشيتي عند الطبيب عبرتي فقر الدم؟ ما عندكش مشكل ديال فقر الدم؟ ما مريضاش؟ ما عندكش مشكل ديال الغده الدرقيه؟ لا ما عندي حتى شي مشكل. دوزتي؟ دوزتي عند الطبيب؟ دوزت شحال هذا؟ شحال هذه باش دوزت؟ 2015. إوا راه طولتي شوية، والسن ديالك شحال؟ 27 ياك؟ 27. مزوجة؟ مزوجة؟ لا. حاولي ديري واحد استشارة عند الطبيب ديالك، ديري فقر الدم، وراقبي شوفي ال 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 اللي عندك نقص في الجسم ديالك، ومرحبا. حيت شوف الشعر ما يمكنش يطيح غير هكاك. الشعر إلا ما بزاف. واخا كنقطعو كيطيح ليا زعما. ماشي على التقطاع. لا شنو كتاكلي؟ شنو واش كتاكلي مزيان؟ واش كتاخدي الخضار؟ واش كتاخدي الاسماك كثر؟ انا كنت الماكله الطبيعيه ديال العود هكذا، كنكتب ديال العود كنفطرو به حتى هكذا الصباح. الخضره كتاكليها كلها؟ كتشربي الماء مزيان؟ كتمشاي؟ ما كتعصبيش؟ هاد المس ما كنتمشى الصراحه. اه؟ ما كنتمشاش. لا حاولي انا دابا قبل ما تبداي هذا الشيء، حاولي تشوفي واحد، ديري استشاره طبيه، ديري فقر الدم، ديري تحليل ديال فقر الدم. صغر مني عندها 19 عام كيطيح ليها بحال اللي يقول الله يستر، بحال خوفتنا نقولوا عندك عيكو فيها شي ماد الخايب. لا ما كاين والو، شوف 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 ما كاين والو، الانسان كيهضر. كيبقى لي القرعه في راسها. سيروا انت وياها، ديروا غير كيكون مشكل ديال فقر الدم، كيكون مشكل ديال فقر الدم ولا اضطراب في الهرمونات. كتشدو في يدها وكيطيح ليها الراس وكتدير الربطه ديال الشعر في يديها. ايوا من الاحسن شوفي الطبيب على الله، ما عندك هذا المشكل هذا، لان ملي كيكون تساقط بهذه الحده راه كيكون مشكل في الدم. عندك لوفاغ ناقص في الجسم ديالك ولا شي معدن ماء معين في الجسم. احسن من استشاره طبيه. الطب العام، الطب العام، وتحاول انه يوجهها يعني على حسب. مرحبا بها، اتصل بيا نكمل. لا انا ماشي مشكل.
لانه التساقط فيه وفيه يعني ملي كيكون تساقط عادي يعني في التغيرات العاديه ما بين الشتاء يعني موسم اخر ديال الصيف يعني عادي كيكون تساقط الشعر، ولكن كيكون كيخلف شعر اخر ملي كيولي الواحد يعني الشعر ديالو كيتساقط وكيخليه يعني بحال يعني الصلع الا بغينا نقولوا، فاكيد انه كيكون دائما خص اما الا ما كانش شي حاجه صح عضويه كتكون شي حاجه نفسيه، فمن الاحسن الواحد يدير استشاره طبيه وما يبقاش عنده داك التخوف. لا التخوف ما يكونش يعني علاش انا قلت لهم تساقط الشعر كيكون يعني كيكون موسمي ما كيكونش بزاف، ولا عند المراه الحامل والمراه اللي كترضع والانسان اللي كيدير كيتعالج بالاشعه، لان هذو كنعرفوا عندهم تساقط الشعر، ولكن الانسان ما عمره مشى عند الطبيب وعنده هذه الحده ديال التساقط وما مزوجاش ما كتاخذش مانع الحمل، هنا من الاحسن لا تمشي تشوفي الطبيب ديالك وتحيد فيها بس. دابا هي جالسه في الدار وكتقول لك لربما لا قدر الله يكون سرطان ولا غيره ويبقى في هذاك سرطان لا والو، يعني ذاك الخوف وذاك الشك مع انه يعني غير مشي عند الطبيب استشاره طبيه خفيفه تلقى ان شاء الله العلاج تلقى الحل وفي نفس الوقت تحيد الشك ديالها، هذا من جهه. اما في الايام العاديه راه في غالبيه السيدات يعني بزاف السيدات اللي حتى ذاك سوء استخدام المشط اولا كيفاش كيمشطوا الشعر ديالهم، هضرنا على هذا الموضوع هذا فعلا اللي تكلمنا عليه شحال مره، لانه حتى هو لانه شحال من سيده اللي كنا كنتكلموا على انه خصها تاخذ المشطه اللي سلان ديالها عراض، لانه هذوك ملي كينزلوا الشعر كينزل غير ذاك الشعر اللي صافي تالف اللي خصو يتحيد من الشعر، ماشي كنحيدوا الشعره من الجدره ديالها. كاين بعض السيدات اللي مثلا تخلي الشعر ديالها مخبل يومين ثلاث ايام ولا اربع ايام عاد كدهنوا وعاد كتبدا تمشط فيه، وتقدر تمشط غير بالبروسه، فملي كتمشط بالبروسه وكتبدا يعني باش يتحل هذاك الشعر ما يبقاش مخبل فراه كتجر معاها حتى الزغبه اللي كتكون مزيانه. لا كتغسل وتزير شعرها ولا كتمشط ولا عند التساقط ولا تغسلو وتمشطو وهو فازك والشعر فازك تيكون يعني في الاضعف الحالات ديالو تيكون ضعيف بزاف بزاف، وخاصه الا كان دهني راه دغيا كيتسال من بلاصتو. دابا كنصحك تشوف الطبيب وان شاء الله وانا غادي نبقى معك بمواد طبيعيه تتوصلي النتيجه اللي بغيتي. واخا معنا مكالمه من القنيطره. الو ابتسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله ابتسام. عافاك بغيت نسول بنيته ديالي في عمرها 12 عام. اييه. وسمعت لها الشعر ديالها قوي ولكن المشكل اللي عندها شويه واقف من الفوق، كيفاش كنشطوا ليها؟ كيبان سيغتو انها دايره لافخونش. وكتوقف ليها من القدام. شعرها ماشي كرد غير ناشف. لا ما كردش غير ناشف، مع كيوقف بحال كيتشعك كيك واحد شويه مع كتقيل نهار كامل في المدرسه في العشيه كتلقاه كله مشعك كله واقف من الفوق، ولكن راه ما حرش. انت بالنسبه شحال في العمر ديالها؟ 12 سنه. ديري لها غير الزبده بلديه والعسل الحر، خدي جوج معالق ديال الزبده بلديه ولا كان ديال الماعز احسن. ومعلقه ديال العسل الحر خلطيهم بحال الكريمه وغديري لهم للشعر ديالها بحال كديري ترطيبه لشعرها. تتجبد خصله بخصله خصله بخصله وخليه واحد الساعه ساعتين عاد غسلي لها، ودائما يكون عندك زيت الكوكو. زيت الكوكو في حقها بالنسبه للبنات الصغار خير للشعر. البنات الصراحه زيت الكوكو الشعر يكون مازال فازك ودهن للشعر ديالها، ودائما في الليل تحاول تاخذ الالويفيرا قبل ما تمشي للحمام، تاخذ ديك الماده الهلاميه ديال الالويفيرا كنحكوها ناخذ الماده الهلاميه كنخلطوها مع زيت العود وكنبقاو ندلكوا بها الشعر ديالنا قبل ما تمشي للحمام، لان الطريقه صحيحه وكتحيد داك النشوفيه ديال الشعر. واخا معنا ناديه من الرشيديه. الو ناديه. الو السلام عليكم اختي. وعليكم السلام ورحمه الله ناديه. خير لاباس عليك؟ الحمد لله. الله يبارك فيك اختي، كنشكرك على هذا البرنامج، كنشكر الخبيره ديالنا. الله يبارك في صحتكم، المهم انكم كتستافدوا. الله يطول عمرك اختي. اختي بتهم النمره نتاعك الخبيره ديالنا بغيت نهضر معها على جدك. واخا ما كاين حتى مشكله ناديه، خليك معنا وصباحك مبروك وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا. نرجعوك للسطنطاق عند سميحه مشكوره جدا، نعطيك رقم الهاتف. ومعنا امينه من اكادير. الو امينه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله امينه. كدايره لسنا؟ الحمد لله الله يبارك فيك. مرحبا امينه. كدايره الحريه؟ لاباس بارك الله فيك الله يطول عمرك. بدي نسولك الله يرحم والديك، عندي انا ديال طيبتها ديال التمر كي كنت قلت واحد الخطره وما عرفتش ندير فيها. كيفاش لالا؟ عندي الزيت ديال كنتي قلتي واحد الخطره ديال التمر ديري عليه زيت العود. اييه. وبقى يدهني بها وما بقيتش عقلت لاش كتصلاح. دهني بها دهني بها شعرك، دهني بها البشره ديالك، ديري بها التدليك، دهني ملي تغسلي، دهني الجسم ديالك كله مرطبه. زوينه التجاعيد. مزيانه مخيره للتجاعيد. كنت انا صيفطها واحد الخطره سمعت كنت قلتيها وصيفطها وما بقيتش دايما كنصوني باش نسول ما تجيش ديال الخط. ان شاء الله تستعمليها في جميع الحال، دهني دلكي بها البشره ديالك، دلكي بها الشعر ديالك، الجسم ديالك. وحتى القدمين اللي عندك فيها التشققات. القدمين فعلا.
على ديك القدمين بالنسبه للناس اللي عندهم تشققات يمكن لك ديري حمام القدمين بالنخاله وشويه ديال الملحه. دائما الحمام خصو يكون خاصه الناس اللي عندهم تشققات ديري في هذا الفصل كيديروا التقشر. اللهم نستغلوا هاد العمليه هذه كنديروا حمام القدمين بشويه ديال النخاله الملحه اي عشبه عندنا في الدار حتى كيرطبوا جلنا مزيان وكنحكوهم بالمحكه ديال الحجر ومن بعد كندهنوا هذا المكون ديال زيت التمر لانه رائع القدمين. فاطمة الزهراء كتسول انا كندير الزيت وسنيدة الوجه ديالي دهني وكيتقشر لي بزاف وحتى الشعر ديالي كيطيحوا فيه القشرة عند 18 سنة. بالنسبة للقشرة عندها القشرة حتى البشرة ديالها ولا غير الشعر؟ لا على الشعر غالبا الا كان عندها القشرة غتكون عندها البشرة ديالها ناشفة. هي وهي قالت ان الوجه ديالها دهني وكدير الزيت وسنيدة. لا ماشي مشكل انها دهني غدير الزيت غادي يضر. لا بالعكس الزيت البليه راه مخيره للبشره الدهنيه راه فيها احمر اللي كتمص الدهون الزائده. غير حنا بالنسبه للسنيده يمكن لها تشونجي بالفراره ديال يعني تغير بالفراره ديال داك البقايا ديال القهوه ولا السنيده البنيه لانك عندها واحد الدور فعال احسن من السنيده العاديه. واذا كنتي الا كانت عندك البشره الدهنيه حاولي ديري الزيت وديري داك القهوه وديري معلقه ديال عصير التفاح. عصير التفاح الاخضر كتاخدي منه كتخلطي هذا المكون وديريه كمقشر ولكن حاولي ما تضغطيش على البشره ديالك بحركات خفيفه لان مجرد ما كتحطي هذا المقشر خليه واحد 10 دقائق هو اللي كيرطب راسه واللي كيقشر راسه. ملي كتغسلي البشره ديالك راه كتنقى بسهوله بلا ما تضغطي عليها. وبالنسبه للشعر يمكن لك ديرو حتى الشعر الا كان عندك مشكل ديال النشوفيه ديال الا كانت عندك القشره في شعرك. ولكن القشره الا كانت عندك ناتجه على الجفاف الا كان الجسم ديالو كله ناشف خصك تعاودي تصحي التغذيه ديالك وتشربي الماء. والا كان عندك مشكل صحي من الاحسن استشاره طبيه. وبالنسبه للشعر المرطب ديال الشعر خذي غير الماده الهلاميه ديال زريعه الكتان والماء ديال الثومه. المادة الهلامية ديال زريعة الكتان كناخدو نص كاس ديال زريعة الكتان كنطيبو في كاس ديال الماء. ديك المادة الهلامية كنحكو فيها جوج دروسة ديال التومة وبها كنشقو الشعر ديالنا قبل ما نمشيو للحمام. مسامعه كتسول هي عندها مشكل يعني في السنان ديالها واخا كتنظفهم بحال فيهم الجير يعني في السنان واخا كدير دي تاتخاج يعني عند طبيب الاسنان ولكن دائما يعني كدوز واحد المدة وكيرجعوا. فبغات شي وصفة باش تحافظ على السنين ديالها. الوصفة اللي عطيت في الاول ديال قشر الرمان وزيت العود تدهن بها اللثه ديالها والسنان ودير واحد المحلول اللي هو من قشر الرمان والزعتر والملحه. يعني كتاخذ قشر الرمان والزعتر والملحه معلقه معلقه تكب عليهم كاس ديال الماء طايب وكل مره تبقى تشلي الفم بهذه المكونات هذو كيحافظوا على السنان وفي نفس الوقت كيحيدوا طيبه وفي نفس الوقت كيحيدوا الشوائب الزائده الشوائب وتبييض الاسنان مهمه لتبييض الاسنان. زيت البلدي راه مبيض للاسنان فعلا. انا كنا واحد وصفه عطيناها شحال هذه وبزاف المستمعات كانوا تكلموا عليها ديال زيت العود مع الخرقوم البلدي. الخرقوم البلدي مطحون على الاسنان. الخرقوم البلدي يعني مطحون على اليد داك العرق مطحون على اليد وكيتخلط مع الزيت البلديه وكيداروا فعلا يعني مزيان للفم كيعطي حتى واحد اللون زوين. ايه وفي نفس الوقت يعني كيبيض السنان والسنان دائما نشلو نديروا المضمضه بزيت العود رائعه للاسنان. واخا نختموا معاك بشربه ولا قناع شنو غتقدمي لنا؟ نديروا قناع وشربه ولكن قبل ما نختموا واحد السلام من الاخت نزيهه العشب مدينه فشاون كتسلم عليكم ومرحبا بالمتابعين ديال البرنامج وتحيه ليها من هذا المنبر والعائله ديالها كلها. بالنسبه نختموا بالشربه اللي ذكرت دائما الدنجر ركزت عليه لانه منقي الجسم وكيصفي الزوائد الدهون الزائده. كناخذوا ربعه ديال الدنجل هذه الشوربه رائعه حتى كذلك. كناخذوا الدنجل ربعه ديال الدنجل وربعه ديال الجزر خيزو والسكوم. السكوم الناس اللي عنده في المناطق يستعملوه اللي ما عندوش يدير اما البروكولي ولا يدير الكرومب بلاص السكوم لان يعني السكوم رائع في هذا الفصل هذا. كنديروا هذه المكونات كطيب عاديه في الماء ومن بعد كنضيفوا مع المعدنوس من بعد التوابل اللي كنزيدوا في هذه الشربات الزعتر ازير قزبر حبوب نسمو بهاد الشوربه هذه. هذه يمكننا نفطروا بها يمكننا نتغداو بها يمكننا نتعشاو بها لان كمكمل غذائي طبيعي ورائع الناس اللي عندهم النشوفيه ديال البشره والناس اللي عندهم الدهون الزائده في الجسم ديالهم لان هذه الشوربه هذه تبعوها وراه كتعطي نتيجه فعاله. نختم بالقناع ضد التجاعيد وفعال. كناخذوا معلقه ديال القرقع مطحون معلقه ديال القرقع مطحون وصفار بيضه بلديه ومعلقه ديال الرايب البلدي. نجيبوا الحليب البلدي ونريبوه وناخذوا هذه المعلقه منه وهذا القناع نخليوه حتى 30 دقيقه على البشره ديالنا رائع ضد التجاعيد ومرطب للبشره. شكرا لك بزاف خبيره الشعر والتجميل حريه شويخ على كل هذه النصائح التجميليه والوصفات الطبيعيه اللي قدمتي لنا اليوم. شكرا لكل المستمعات.
من هاد لو تخي انا مشيت شويه نجيو هنا نديرو دم.